تحقيق بعض شغل تنقلهم الخبر اليقين بالصوت والصورة. اليوم اعطينا الافتتاح النسخة العاشرة للمعرض الوطني، وكذلك مفتوح على يعني على الصعيد العالمي ديال أكادير اللي كيقام في أكادير، واللي هو كيمثل يعني أولا الجهة ولكن كذلك الجهات ديال المملكة فيما يخص المنتوجات المجالية والمحلية. فهذا المعرض هو داخل في الاستراتيجية ديال الترويج وديال الدعم والمواكبة ديال هاد المنتوجات المحلية والمنتجين، واللي هما خصوصا صغار المنتجين وخاصة النساء والتعاونيات النسوية وكذلك الشباب. هاد يعني القطاع اللي هو في تقدم، كل سنة كنشوفوا تقنيات وتكنولوجيا جديدة فيما يخص التنويع نتاع الاستعمال وديال التثمين ديال المواد المحلية، مواكبة للعارضين فيما يخص التسويق وفيما يخص المعايير وفيما يخص السلامة الصحية. وهذا الشيء كله يعني جاء في إطار تنزيل استراتيجية يعني الفلاحية، استراتيجية الجيل الأخضر اللي جات من بعد مخطط المغرب الأخضر واللي عطى الانطلاقة ديالهم سيدنا الله ينصرو. وإن شاء الله المبتغى هو أنه هذا القطاع يعطي لنا انبتاق واحد طبقة وسطى فلاحية العالم القروي، لأنه العمل يعني التركيز على المدخول نتاع المنتجين هو أساسي فيما يخص التنمية الاجتماعية والتنمية الاقتصادية والدينامية الاقتصادية يعني المحلية والمنظومة حول هذه سلاسل الإنتاج. فالبرامج يعني المستقبلية فيها كل الحلقات ديال السلسلة، لا فيما يخص الإنتاج وتحسين الإنتاج والغرس، وكذلك فيما يخص التثمين واللوجيستيك. وفي التثمين عندنا برنامج ديال بناء الوحدات للتعاونيات وللمجموعات يعني حول إطار برنامج ديال التجميع حول المجمعين. وطبعا كل سلسلة عندها الخاصية ديالها، وكاين يعني مواكبة ديال القرب. وكنشوفوا اليوم يعني الوقع مهم جدا على الصعيد المحلي وكذلك على الصعيد يعني الجهوي وعلى الصعيد الوطني.